المناظر الحلوة دي ما تستاهلش لايك. أول ما نبدأ بالصلاة على النبي كده، نصلي على النبي ونعمل لايك. بسم الله ما شاء الله، خيرات سطح قناة مع مروة، ولا قناة مروة، قناة مع مروة أفضل، ومتابعيها الكرام يا ريت كده اللايك والاشتراك في القناة، وبالله عليكم نشير الفيديوهات وما تنسوش تفعيل الجرس. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض، وأجمل فيديو النهاردة إن شاء الله، وأنتم موجودين معايا وكمان على النيل وكمان بكل المناظر الطبيعية الجميلة الحلوة مع مروة. وده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الجرجير وعباد الشمس وما شاء الله اللهم بارك يعني، والكوسة كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مروة أو مع قناة مع مروة. كل سنة وانتم طيبين، طبعا دخول إن شاء الله من 10 ذو الحجة، وكمان العيد الأضحى، كل سنة وحضراتكم طيبين مقدما كده. طبعا لا يحلى الكلام إلا لما نطلع على السطح ونشوف الزرع ونشوف كل حاجة حلوة إحنا زرعناها، وجمال الزراعة والحاجات الحلوة اللي إحنا بنستناها كل مرة في القناة عشان نشوف السطح أخباره إيه وحصل فيه إيه والتطورات اللي حصلت فيه إيه. الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت كده ما ننساش اللايك يا جماعه، اللايك والكومنتات بتاعتكم اللي انا بستناها في القناه. زي ما قلت لكم وحافظه اقول لكم، اللي انا بتعلم معاكم كل حاجه، انا مش خبيره زي ما قلت لكم، انا بتعلم معاكم كل حاجه، انا مش جايه ما شاء الله خبيره كده فجاه لقيت نفسي بزرع وبعمل، لا خالص 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 خالص، انا بتعلم معاكم. عايزه اقول لكم المره اللي فاتت السماد اللي احنا عملناه اللي هو سماد الخميره والعسل طلع جميل جدا جدا جدا، الزرع في منتهى الجمال وطلع اخضر وجميل كل حاجه بسم الله ما شاء الله. حاسه ان اليوم يوم الزرعه بيومين بثلاثه باربعه، ولونها كمان فرق، كان في زرع عندي اصفر كده لا لونه بقى اخضر جميل في منتهى الجمال. يعني اذا الخميره والعسل اللي انا جربته معاكم لاول مره اثبت ان هو سماد قوي جدا جدا جدا، وبنصح كل الناس اللي زرع على السطح واللي زرع في البلكونات حتى الزراعه في الارض مفيد جدا 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 لكل الحاجات دي. كمان النهارده هجمع معاكم الطماطم اللي هي على السطح، هنتفرج مع بعض ونجمع مع بعض الطماطم، ايا كانت الكميه مش مهم، المهم انا جايبه طماطم من على السطح سطح بيتي، لا جبت شتله ليها ولا جبت اي حاجه، كل الموضوع يا جماعه ان انا امسك الطماطمايه اخد البذر بتاعها وتاني حطها في الارض وتطلع شتله في منتهى الجمال وزي الفل وتمام التمام. النهارده بقى هنجمع الطماطم مع بعض، اتفضلوا يا جماعه طماطم، لو حد بيسال هي الطماطم صغيره ليه، دي طماطم من غير اي سمادات اللي احنا بنشتريها من بره ومبيدات وحاجات من دي، ده طماطم اورجانيك، كل الخضار عندنا على السطح هنا اورجانيك، ما فيهوش اي حاجه بالمواد اللي هي بتبقى ضاره ولا كده، الطماطميه تتاكل من غير غسيل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي اول طماطميه معايا اهي، انتوا متخيلين دي الطماطم اللي انا بنقيها النهارده من على السطح، شفتوا جمالها بعد كده مفيش، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ادي الطماطم، طماطم جميله، هنجمع مع بعض كل الطماطم اللي موجوده عندي على السطح. انتوا لسه ما زرعتوش ولا ايه؟ جدعانوا وازرعوا، وهناخد خضره للسلطه وهوريكم الملوخيه النهارده كل حاجه بسم الله ما شاء الله. ده لو ده اللي يدل ان السماد حلو قوي اللي هو بتاع الخميره والعسل، وفي نفس الوقت يا جماعه تحدي، تحدي اللي الانسان بيعمله مع نفسه، اللي انا لازم اعمل الحاجه وفعلا لازم تطلع مظبوطه وزي الفل وتمام التمام. وانا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم لو في اسمده تانية ولا في حاجات تانية، انا بحب قوي نقل الخبرات، انكم تنقلوا لي خبراتكم وانا اعمل من خلالها واجرب بردك معاكم ماشي، لان احنا قلنا ان الانسان ما هو يعني اللي بياخده من يعني نتيجه التجارب بيبقى فيه خبرات، وانا بستنى الخبرات بتاعتكم بالذات الناس اللي بتزرع تقول لي ايه رايها، وهل الطماطم هي المفروض فعلا تبقى صغيره كده عشان هي من غير اسمده، ولا هي طبيعه الشتله اللي هي كده. وهنكمل الفيديو مع بعض واحنا بنجمع الطماطم ونجمع كل حاجه، خليكم معايا. الطماطم اهي نجمع
شايفين لحد دلوقتي الطماطم قد ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. واحدة خضرة اتجمعت مني من غصب عني. شايفين ما شاء الله، ادي الطماطم. بس لقيت النهاردة في واحدة فيها ايه، فيها بقعة كده، بس مش عارفة البقعة دي نتيجة ايه، يا ريت تقولولي. يعني مش كتير، هي شجرة واحدة اللي مطلعة الحاجات دي، يا ريت تقوليلي في الكومنتات هي ديت ايه. ده مرض في الطماطم ولا ايه؟ ولو هو مرض في الطماطم ايه العلاج بتاعه؟ يا ريت تقولوا لي نتيجه خبراتكم وتجاربكم، تقولوا لي اعمل ايه في الطماطميه اللي زي دي. لقيت شجره كامله هي فيها طماطم كده، بس مش كتير، يعني هي شجره واحده بس، لكن بقيه الطماطم كلها زي الفل وجميله جدا. نجربها مع بعض. طماطم، بس الطماطم اللي موجوده صفرة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا ده طماطم النهارده ما شاء الله، اللهم بارك. وطلعت واحده خضرة معايا، مش امر. الخضرة دي اصلا طول عمرها ماما تحطها لنا في المشي وبتبقى احلى من المخلل. يعني هي مش لازم تكون سلطه وصلصه، ده دي كبير بنحطها في المخلل اللي هو المش، بتبقى جميله جدا جدا. ونكمل مع بعض بقيت اللي انا هاخد خضره. طبعا هاخد خضره من هنا وهوريكم الحاجات اللي موجوده والملوخيه والحاجات دي النهارده. الفيديو كله النهارده على جنب الحاجات اللي على السطح، بس طبعا مش هاخد كتير منها. يلا نكمل الفيديو مع بعض. انا بقى فوجئت ان الشطه بتاعتنا شطه حراقه، اللي هي الشطه اللي ما بتكبرش على كده. الشطه دي جدا انا بحبها جدا، سبحان الله. يعني انا لو قصدي اجيب الشطه ديت في الشتله، ولو انا قصدي ادور عليها مش هلاقيها. فسبحان الله ربنا بعت لي الشطه اللي انا بحبها جدا. الشطه دي بيسموها الشطه سوداني او غزالي او حاجه زي كده. الشطه دي بتبقى حراقه جدا جدا، ودي من احسن انواع الشطه اللي انا بحبها وبستخدمها في الاكل. سبحان الله طلعت لوحدها. هي عموما كل حاجه في الدنيا هي حظوظ. يعرفوا الشطه دي عارفين ان الشطه دي ما بتكبرش عن كده، هي اخرها كده. بتبقى جميله جدا مع الزيتون، وبتبقى جميله جدا مع المش، سبحان الله. يعني الشطه الحاجات اللي انا بحبها جدا فعلا، حاجه صعبه جدا. كيف طماطميه بقى، طماطم الارض يا جماعه، اللهم بارك. الطماطميه دي نازله عند الجيران، حاولت بكل على قد ما اقدر ان انا اجيب الطماطميه دي. بسم الله ما شاء الله، شايفين في طماطم ما شاء الله جامده جدا. و بسم الله ما شاء الله، يعني حوالي كيلو طماطم اهوت، وما شاء الله فيها لسه طماطم كتير وطماطم صفرة ما شاء الله، اللهم بارك. فعلا يا جماعه اللي مش هيربي ويزرع مش هيعرف يزرع. ودي رسالتنا دايما في القناه، ان احنا نهتم بتربيه الطيور والزراعه والحاجات دي، وهنلاقي ربنا كرم كده بحاجات كتير. بسم الله ما شاء الله، انا مش متخيله اقسم بالله، اول مره في حياتي اخد الزرع ده كله من على السطح، على اي سطح عموما. يعني ما شاء الله، اللهم بارك. كمان الشطه اللي انا بحبها جدا الشطه، طبعا الشطه كتير، فانا خدت بس شويه شطه اللي هم ايه اللي انا اعمل بهم بس السلطه. يعني مش لازم اخد شطه كتير، بسم الله ما شاء الله هو في كتير اهوت، بس انا هاخد بس على قد السلطه او قد الاستخدام اليومي. ما دوم الحاجه عندي والخير عندي على السطح، مش هينفع خالص اللي انا ايه اخد حاجه اخزنها في الثلاجه دلوقتي. ما هو جمال زراعه جمال زراعه الاسطح والبلكونات، انك بتاخد الحاجه طازه طازه صبح بصبح. بسم الله ما شاء الله، انا مبسوطه جدا النهارده، حاسه يعني ان فعلا ان بعد التعب توجنا بحاجه حلوه ما شاء الله، اللهم بارك. يعني وطبعا
احنا هناكل سمك النهارده ولازم طبعا الخضره. بسم الله ما شاء الله، ودي كمان خضره للسلطه. يبقى ادي الطبق السلطه بتاعي من على السطح من غير ما اشتري اي حاجه ولا اتعب نفسي. دي رسالتنا لكل اللي بيشاهدونا، حاولوا تزرعوا فعلا، تزرعوا وتربوا طيور وتزرعوا حاجات كتير على السطح. ازرع استخدامك اليومي، مفيش اكتر حاجه، مفيش بيت بيخلى من استخدام الطماطم والفلفل والخضره، وده استخدامنا اليومي ان كان في الطبيخ او الحاجة لو بنعمله سلطه او اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، الباميه وكل حاجه حتى الملوخيه. عايزه اوريكم دلوقتي الملوخيه معايا كده، وتتفرج على الملوخيه مع بعض ونشوف كل الحاجات الحلوه اللي على السطح. يلا نكمل الفيديو مع بعض. ادي الملوخيه ما شاء الله، اللهم بارك. ادي الملوخيه ما شاء الله، فعلا السمات ده يا جماعه حلو جدا 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 جدا، لازم كلنا على طول نشتغل عليه بجد يعني ما شاء الله. وادي الملوخيه الجديده الصغيره، الملوخيه دي على فكره كانت صفرة كده بس ما شاء الله اول ما حطيت. طبعا انا عارفه ان هي تقيله وعاوزه تتخلى، ان شاء الله هخليها، هخليها كويس. لو جينا على الحوض الثاني بقى ما شاء الله، اللهم بارك. احنا طبعا زارعين هنا توت ما شاء الله، التوت طالع اهو جميل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادي يا جماعه ما شاء الله زرع النهارده، بسم الله ما شاء الله، الزرع جميل جدا يعني ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا لازم شويه كده جرجير، دي اساسي في الاكل يعني ما شاء الله ما شاء الله. فجل وجرجير كده مطلوبين. وده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الجرجير وعباد الشمس وما شاء الله اللهم بارك يعني، والكوسه كمان. طبعا غدا يعني لازم هناخد شويه كده جرجير، شويه فجل معانا ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عشان هو تقيل احنا بنحاول نخله فيه على قد ما نقدر. حلوه الزراعه يا جماعه بس. ودي الملوخيه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله ومرعرعه، وكمان زي ما قلت لكم قبل كده الملوخيه الصغيره بسم الله ما شاء الله، زراعه مطلوبه جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك.